درة الملاعب، ملعب الخيمة، كلها أسماء لملعب الملك فهد الدولي الذي تحتضنه الرياض كأكبر ملعب في المنطقة. يعتبر هذا الملعب رمزاً للتطور الرياضي والثقافي والاجتماعي في وقته، مما عكس طموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية بمرافقه المتطورة وتصميمه الهندسي الفريد. بدأ العمل بشكل فعلي على ملعب الملك فهد الدولي في ديسمبر 1982 للميلاد، واستغرق تنفيذه 4 سنوات على مساحة تقدر ب 500 ألف متر مربع بتصاميم مبتكرة اتخذت على شكل خيام، وكانت مدرجاته تستوعب 68 ألف متفرج لكل مشجع مقعد خاص. وتم الانتهاء من العمل بشكل فعلي على ملعب الملك فهد الدولي في عام 1986 للميلاد، وتم افتتاحه لاستقبال المباريات بعد عام في 1987 للميلاد، ليصبح الملعب الرئيسي الجديد للمملكة العربية السعودية، ويحل محل ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث تم افتتاحه رسمياً في عام 1987 للميلاد. بلغت تكلفة بناء استاد الملك فهد الدولي حوالي 1,912,000 ريال سعودي، ما يعادل حوالي 510 مليون دولار أمريكي. يعد ملعب الملك فهد الدولي ملعباً به أكبر سقف في العالم، حيث احتفظ بهذه المكانة لمدة 2 عقدين. يأخذ الملعب من الخارج شكل حلقة مدورة قطرها 288 متراً وقطر الفتحة الداخلية 139 متراً. كما يوجد 24 قبة بارزة من مادة السقف الشبيهة بالخيمة ومصممة بدون أعمدة، حتى توفر مشاهدة واضحة للجمهور بدون حواجز تمنع الرؤية. أول مباراة رسمية أقيمت في استاد الملك فهد الدولي بالرياض كانت في 26 أكتوبر عام 1988 للميلاد، وقد أقيمت المباراة الافتتاحية بين المنتخب السعودي ومنتخب عمان، وسجل الهدف الأول للسعودية اللاعب فهد الهريفي والثاني اللاعب يوسف جازع. وقد كان هذا الافتتاح بمثابة نقطة تحول كبيرة في تاريخ الرياضة السعودية، حيث شهد الاستاد بعدها العديد من الفعاليات الرياضية الهامة والأحداث الدولية. وقد ألقى الملك فهد رحمه الله كلمة الافتتاح ورحب بأبناء الخليج، مؤملا أن تستمر الدورة التي وصفها بالخيرة لأبناء الخليج.